من جانبه أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن اعتماد مجلس النواب للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 يعكس الدور الإيجابي للمجلس وتعاونه في كل ما من شأنه الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار معاليه إلى أن تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي أسهم في انخفاض العجز في الميزانية بأكثر من الثلث، مع الإبقاء على نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي السنوي واستمرار سعي المملكة والتزامها نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام. ونوه معاليه في هذا الصدد إلى الدعم المستمر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في مملكة البحرين.